أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم الأستاذ أبي خان من الصقر الأبيض. هلو مستر أبي خان. نعم، كيف الحال؟ الحمد لله. بداية، شكراً جزيلاً لتواجدك معنا بالبرنامج، ونتمنى تعرفنا المزيد عنك وعن الصقر الأبيض. أنا اسمي أبي خان كمال خان. أنا شغلت الصقر الأبيض تكسير أدويات وفرن، وهذا فرن متحرك وداخل بيت، وهذا داخل مطعم فرن عربي. كل شغل أنا سويته 100% إن شاء الله. وهذا شغل مال الناس تكسير أدويات بعد، وهذا من زمان، من 16 سنة ما شاء الله. من أي سنة ما شاء الله موجود الصقر الأبيض؟ من 16 سنة إني داخل الإمارات، وخصوصي داخل الشارجة. وين موجود داخل شارجة؟ داخل شارجة هنا شارع زهرة، هذا قريب دوار المطافي. إلى كل المشاهدين، الصقر الأبيض موجودين نحن في إمارة الشارقة. لأي حد عنده اهتمام بموضوع الأرضيات أو الحجر أو الأفران الحجرية، الأستاذ أبي خان 16 سنة خبرة في المجال. أستاذ أبي خان، نعم، مشاريعكم وين كانت في الإمارات؟ داخل الإمارات من رويس حتى رأس الخيمة آخر، هذا كل شغل. انا عندي لولو، داخل لولو في فرن تنين، واحد مال حديد وواحد مال تراب، انا ركبته. وهذا بعد ثاني، هذا الحلبي مارينو، كل شغل انا عندي ركب تنورات وفرن، وهذا كله انا ركب. هذا الشغل انا عندي ما شاء الله. استاذ ابي خان، ليش اخترت دوله الامارات واماره الشارقه لتكون بدايتك لتاسس فيها العمل الخاص فيك؟ لا، الحمد لله، داخل الإمارات أنا ساكن من 35 سنة تقريبا، لكن أول شغل غير أنا سويت، لكن عايش يعني هني، وخصوصي شارجة، أنا أحبك شارجة. وداخل الإمارات هذا في يعني باكستان، أول في داخل بلاد يعني داخل باكستان بيت في واحد، رقم ثاني بيت أنا في داخل الإمارات، هذا يعني رقم تنين بيت مالنا. الحمد لله يعني أنا أحبك إمارات، هذا الناس كله مال الإمارات، يعني مواطن كله أخلاق، في زين، في نفرات، في سيدة. بس عندي رزق عندي الله، لكن هذا نصيب مالنا يعني يجيب رزق يعني سا، وهذا إن شاء الله يعني يمشي، وقت يمشي الحمد لله. يعني في أمان، في ما في تكاليف ولا شيء، يعني طرف من حكومة وطرف من الناس، وأمن فيه، ما في شيء يعني، ما في تكليف ولا زخمة. بالنهاية أستاذ أبي، أتمنى لك دائما التوفيق والنجاح يا رب. شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.